مشاهدي قناة النيل الأزرق داخل وخارج السودان، أهلا ومرحبا بكم، أمنيات حلوة ولقاء متجدد. ها هي مختارات أخرى جديدة من أغنيات من البرامج. المرة دي حنتكلم عن فنيات الأداء من حيث الانتقال، الموديليشن، تنويعات التطريب، هذه الجماليات الموجودة في الخماسي. والحقيقة الخماسي رغم انه الناس بيقولوا سلم محدود، لكن فيه امكانيات واسعه جدا للتصرف، ودي بندلل عليها بامثله مختاره لاغنيات من البرامج لهذا الاسبوع. وجدد التحيه ايضا للسودانيين خارج الوطن في المهجر، في المهاجر البعيده، وايضا للاحباب على البين اف ام وصعب الصاوي. واقول خير مستهل عبد الكريم الكابلي في عز الليل، شوف حركه الانتقالات التطريب وهذا الجو الذي يكسر الرتابة. الحقيقة الموسيقى هي محاولة لتقليد عناصر الطبيعة في حركتها وسكون، وإذا لم يتم هذا التنويع في عناصر الطبيعة داخل الموسيقى، داخل تكوين الموسيقى نفسه وتأليفها، يحس المستمع بالرتابة، لأن الموسيقى في الواقع هي محاولة لإزاحة مساحة الصمت بالصوت. يعني الصوت يزحف على مساحة الصوت ليخلق حالة من النغم، حالة من المعايشة، وحالة من المخاطبة للمشاعر البشرية لا تستطيع فعلها إلا الموسيقى. في عز الليل مثال سوداني مميز لهذه الجمالية في الأداء والانتقالات والتطريب من لوحة إلى لوحة، فكأنما هي بانوراما عاطفية. صاغ كلماتها أستاذنا التجاني حاج موسى لحنا وغذاء عبد الكريم الكابلي. اسمعها واستمتع بها.
الحيل غرامك وترى الذكرى وطيفك في خيالي يحوم. يا هاجر يا هاجر We'll be right back.
يا غرام الروح ما طاب لا بنور إبرة Bye.
تحسب في هذا العمل عدد من الانتقالات، عدد من التنويع على لحن أساسي، لكن الأساس في العمل إنه المود أو الجو، الجو الأداء العام ما طلع يعني من هذه المنظومة. ودي قيمة هتكلم عن قيمة الخماسي، إنه فيه إمكانيات واسعة للتصرف داخل إطار الخماسي ذاته، الطريقة اللي بيغني بها نحن السودانيين. نفس الأسلوب ده موجود برضو في طريقة بتاعت الغنى السماعية، يعني إذا قلنا ميلودية صغيرة فيها سماع لكن فيها تنويع على مستوى الصوت والأداء وجماليات في التكنيك، إنه كيف تحتفظ بالميلودي لكن تنوع في الأداءات وفي صوت المغني. دي بنشوفها نلمسها ونعايشها في أغنية الصورة، حسن الزبير طيب مدسر.
حياتنا اخترت غيرة كيف حياتنا اخترت غيرة فيها احلامنا وكلامنا فيها حاجاتنا الصغيرة فيها احلامنا وكلامنا فيها حاجاتنا الصغيرة كيف تغطي صورة صورة كيف تغطي صورة صورة ريتنا داك يا سيدي كله يبقى ماضيك للضرورة ردتم الحاجات بقولا ولا ليك قرب أمالي بلا ما قادر طبولا ليه لقيت فيه الجديد ردتم الحاجات بقولا ولا ليك قرب أمالي بينما قادر طبولا هل قدر يصبر غرورك هل هو في الأحلام بزورك هل قدر يصبر غرورك هل هو في الأحلام بزورك ولا هو البجد عارف لعبة راقي ومهندم قلبي بده يرد عيونه هل عرفت وبتندم الليالي القاسي طولا هل صحيح راقي ومهندم قلبي بده يرد عيونه هل عرفت بتندم الليالي القاسي طولا ألف مبروك يا مخير ألف مبروك يا مخير انت بتبيع المشاعر ما البصر دون البصائر والأصل ما انت بتبيع المشاعر والبصر دون البصائر والاصل ما أصل ما بيبقى صورة. ف
في فنون التزوج بنتكلم دائما عن الايقاع وعن التيمبو. الايقاع شيء والتيمبو حاجه ثانيه. يعني مثلا حسن عطيه بكون ماسك بيشتغل على العود برتم معين، بيعمل تطريب بصوته، بيعمل اصوات تطريبيه نغميه. كثافه صعود وهبوط وانخفاض درجه حراره الايقاع دي بيسموها التيمبو، لكن الريتم ذاته بيكون ماشي في نفس السلاسه بنفس العدد المنتظم اللي بيحكم كل ايقاع ويميز كل ايقاع عن الاخر. عشان كده من اجمل جماليات الخماسي انه انت تستطيع ان تنوع في الاداء الصوتي داخل منظومه الايقاع الواحد، ودي عندنا ليها امثله كثيره في هذه المختارات باصوات مختلفه وبمدارس تلحين وتاليف واداء مختلفه. لكن بعد الفاصل، قبل الفاصل تكلمنا عن التيمبو وعن الايقاع، ونحن عندنا واحد من اساتذه وعباقره الايقاعات الحلوه الراقصه الجميله والمعبره، فيها درجه عاليه من التعبيريه وفيها فهم لتركيبه وطبيعه صوت المغني، وده الملحن عمر الشاعر. يعني عشان كده نحن بنشوف حاجاته بتاع الزيدان دي براها، يعني جو براو. يعني لما نشتغل عمر الشاعر لزيدان تحس بفهم كبير جدا لتركيبة الصوت، وسموه البراند بتاع الصوت، المعدن بتاع الصوت الموجود، وبيبقى خلاص ده قالب، ده أسلوب في التأليف، أسلوب في الشغل، أسلوب عمر الشاعر وستايل عمر الشاعر. الأسلوب ده برضو كمان لما نجي أديه فنان تاني برضو بيضع فيه بصمته وبيضع فيه أسلوبه، وده دي المرونة، مرونة القوالب الموجود فيها التأليف الموسيقي. وأكبر دليل على كده نحن هنسمع هانة الأيام عليك، شاعر كبير مرتضى صباحي، الحان عمر الشاعر، لكن هنسمع مشاركة أداء الفنان محمود عبد العزيز. هنت الأيام عليك ولا هنت عليك أنا، هنت الأيام عليك ولا هنت عليك أنا، وحنانك يا حنين والعيون من الهنا، وحنانك يا حنين والعيون من الهنا، حكت وراحت كم سنة كم سنة.
وبتقولا كنت حاسس حرجة الورا جميلة الجحيم والشوق نارو الجحيم والشوق نارو تحية للإعلامية والشاعرة عفاف حسن أمين التي أتاحت لنا فرصة توثيق النادر لهذه المجموعة من أغاني محمود عبد العزيز، والتحية أيضا لروح أبيها الشاعر حسن أمين، شاعر غنائي ورجل أيضا مهتم بأدب الأطفال، ومن أغانيه الحلوة بتاعت عمنا حسن أمين العمر الراح
بين ألم ونواح لو كنت زرعت كان نبت أفراح. كان بتغني الغنى دي بغنيها فنانة كان بدري شوية اسمها إلهام الشرق. كلمة واحدة من روائع وأعمدة الغناء السوداني، مدرسة برضه أسلوب كبير في التأليف. هذا العمل أيضا من الحياة الجميلة، التوثيقات الجميلة حصلت لنادي الخضر في قناة النيل الأزرق، والتحية لمجموعة المنتجين الذين أشرفوا على هذا العمل، وأيضا التحية للحبيب أمجد التجاني الذي كان صلة وصل بين مجموعة الفنانين الشباب وقناة النيل الأزرق منذ تأسيسها. والذي برضو بحب أخونا وحبيبنا فيصل حسون له التحية ولأسرته الكريمة. ده شغل على البيانو، غنى تنويع على رأس تعطيف، إيقاع خفيف بيمثل خلفية. احنا قبل قلنا الإيقاع ده إذا كان الموسيقى هي اللوحة، الإيقاع هو الإطار. إذا كان الموسيقى هي التوب والقماش، الإيقاع ده هو الزيق، زي ما بيقولوا أهلنا القطيرية الناس شغالين في سوق القماش في أم درمان. نسمع كلمة محمد يوسف موسى صلاح من البادية نادي الخضر، نستمتع بها. كنت معايا
كلمة يا ما نظمت فيك كلام. لونك أجمل أغاني نظمت في شعرك في عينيك في بسماتك في نظراتك في بسماتك نظراتك في بسماتك في نظراتك في أنفاسك في خدك لكل نسيت وما نسيت كلمة في لحظة يأس أنا قد أهلي لا 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 أنا غلطان وما أنت بقيت غلطة لو في الكلمة أنا غلطان وما أنت بقيت غلطة عشان بهواك بشوفك رغيقة كلمات جارحة بيها نطقتك لا 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 لا
بيدي وبين حبيبي كلمتي غير مسد غرورك وفرقتنا يا حبيبي يا حبيبي ما خلاص كفرت عنها ونحيبي الليالي المر عشتها وحد في ناري وفي لهيبي الليالي المر عشتها صباحي ويا طبيبي عيش في ظلمة انت صباحي انت طبيبي اموت بجراحي نضعي في الظلمة ما انت صباحي انت طبيبي وانا بموت جراحي شعري رفعتك اسمع مكانك جازيتني بكسر جناحي ده أسلوب ده جودة طريقة في الأداء معايشة تقمص التصاق شعوري عالي بالنص بالكلمات بالمعاني بالانتقالات وتنفيذ أيضا رائع على الكيبورد بعد الفاصل أغنيات أحلى من البرامج كنا بنتكلم عن واحدة من خصائص الموسيقى الخصائص الأدائية للموسيقى السودانية التنويع على الميلودي أو التنويع على الإيقاع التنويع على اللحن الواحد بأداءات مختلفة فيها جماليات فيها انتقالات بسيطة لكن بتخلق حالة من المتعة في السمع يعني ودي متوفرة برضو في بعض الموسيقيين اللي استخدموا الإيقاعات الغربية الفاز زي إيقاع الفاز المعاش زي أستاذنا الكبير الموسيقار صلاح مصطفى ودي ظهرت في بعد الغياب نشوفه بصوت ديويتو صلاح مصطفى ومي محيا نلاحظ النقلتين اللي بيتموا في المقاطع المقطع الأوسط والمقطع الختامي فبحق من جعل القلوب شوقا وتحنانا تزوب دي من أغنيات الخالدة جدا للشاعر محجوب سراج عمل فيها شغل حلو شغل صفت شغل رومانس أستاذنا صلاح مصطفى اسمع استمتع بها Thank you.
لو مرة تاني نسمات تطول
جيبس رايت شاعر كبير. شوف، أصبحت أشعر كالسجين لو مرت النسمات تطوف. شوف، حالة النسيم هي حالة من الحالة الطلاقة والحرية وحركة النسيم في الأجواء، يعني بتمثل قمة الحرية والحركة. فعندما يلامس تصيبه هذه الحالة، حالة الاتصال بالنسيم، يحس بالقيد. أصبحت أشعر كالسجين لو مرت الناس، يعني حوله الحياة فيها حالة من الحرية والحركة، ولكنه يشعر داخل هذا الخضم من الحركة الواسعة بالسجن. دي حالة شعورية لا يستطيع أن يعبر عنها إلا شاعر زي محجوب السراج اللي بيقول اندس في قلبي النغم. الملهمة واحدة برضه من روائع عبد الرحمن الريح، ذهبت إلى عودة تاج مصطفى، خلق منها واحدة من النقلات الكبيرة في مسيرة الأغنية الوترية السودانية. يعني أستاذ الفاتح الطاهر بيفتكر إنه يعني واحدة من النقلات الكبيرة جدا في مدارس التأليف في المدرسة الوترية، أغنية الملهمة للتاج مصطفى. فيها نفس المزاج اللي تكلمنا عنه، وحدة الإيقاع، موجود في قالب، في إطار، فريم، فيزيك كبير، لكن جوا في تنويعات حلوة دي اللي بتخلق حالة السمع والسلطنة. نسمعها بصوت مشاركة أداء مهاب سمعي. Thank you.
كل الموت معي سوا ما كان على قلبي دوا صار يا روحي هلي
كانت سلطة فواكهنا للجمعة دي يعني قالب ملون وملون من الطعوم ومن المذاقات والعطور والنكهات السودانية على مذاهب الملد السوداني والخماس السوداني، كابلي، صلاح مصطفى، طيب مدسر، وهاب، نادر خضر، محمود عبد العزيز، مجموعة يعني نسجت من أجيال متعددة، رواد جيل وسط، فنانين شباب، وكمان الجيل اللي بعد المدرسة الشبابية، الناس محمود ده لما ظهروا كانوا بسموه المدرسة الشبابية. وهذه الطعوم والألوان كلها خدتناها في سلطانية واحدة تاع سلطة فواكه. نتمنى طعوم يكون بهذا التنوع وبهذا الجمال الذي يجعل الأذن تستمتع والأذن تعشق قبل العين أحيانا. لكم تحيات أيضا الفريق الذي عمل على إنتاج وإخراج هذه التشكيلة المنوعة، طاطنا أنس وأبطرها وزيقها عمل لها زيك بتاع الإخراج أيمن بخيت. إلى أن نلتقي في أمسيات أخرى أعزب وأحلى من كنوز مكتبة النيل الأزرق ونفائسها وزخائرها الصوتية. الأسبوع القادم لقاء يتجدد بإذن الله. أترككم في أمان الله، وأيضا لا أنسى تحياتي مصعب الصاوي لمستمعينا على البي ان اف ام. أترككم في أمان الله، خليكم عافية.